نوضة غير نوضة وبقى ما بغى تخرج لينا. الناس زوينين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي بزاف على لافوكاسي ديالي، ضربني البرد ولكن ان شاء الله تعالى دار لي اش هو البرد دار لي المهم ما تديوش عليا الاخوان، راه توحشتكم بزاف. اجي لكم هذا الفيديو كيقول توحشت اليوتيوب، توحشت لي زابوني ديالي. خليني والله يدي ورب الله. المهم نقدم لكم بعدا الناس اللي معنا في هذا الفيديو، هذه غربه لايف حميد، ومعنا الاخ رشيد اللي ديما كتشوفوا معايا في لي فيديو ديالي وفي لي فلوغ ديالي، وكان توجور خلف الكواليس ديال القناه سمير عربي اللي نجحت بفضلكم وبفضل رشيد اللي كان موراها كان كيجيريها في يعني في كاع ما خلف يعني في لي مينياتور يعني في السكريبت ديال لي فيديو ديالي. هذا الشيء راه بزاف ديال الناس ما كيعرفوش بلي رشيد هو اللي كان خلف الكواليس، وما كانش كنقول بلي انه راه عاوني في بزاف. زيد فاصل غادي نرجع للفيديو الاول، فهمتوا غادي نلقاو رشيد من الفيديوهات الاولين، غادي نلقاو رشيد بلي كان ديما يعني في القناه ديالنا. المهم مرحبا بكم في هذا الفيديو هادي. دونك الاخوان، الموضوع ديال اليوم هو التجاره الالكترونيه، وبالضبط لي برودوي ديجيتو بلوتو. اشنو هما لي برودوي ديجيتو؟ هما فاش مثلا كتشري ويندوز وكيخصك واحد لو كود سيريال باش تاكتيفي داك الويندوز يكون فيرسيون فينال، ولا فاش كتشري مثلا مايكروسوفت تتخصك واحد لا كلي باش تاكتيفي لو كود ديالك الميكروسوفت ديالك باش يخدم ليك افي فوالا. غادي ندخلو ان بو بلوس في التفاصيل باش تفهمو، لهذا ما غاديش نبقى نهضر غير بوحدي في السوجي حيت معنا هاد الضيوف الكرام، غادي نحاول ما امكن نبقاو ندوزو لي كيسيون بعضيه. لا بلاتي، واش انا هو الضيف ولا انت هو الضيف؟ بحال انا الضيف ديالك وانت الضيف ديالي وحميد الضيف ديالنا، حنا بحال هذيك لعبه ديال الضيوف يا عاوتاني الضيوف. ما غاديش نهضر الضيوف ديال الريوس دونك كاين واحد المنصه بحميد فين تيتباعوا هاد لي برودوي، اكبر منصه اللي كيتباعوا فيها يعني برودوي منصه ايباي، يعني واحد المنصه اللي تقدر تبيع فيها دي برودوي ديجيتو. وغادي نهضروا ان شاء الله في هذا الفيديو هادي على دو برودوي بلا ما نبقاو نهضروا على بزاف ديال لي برودوي، هما اللي يعني فيهم يعني الصرف ديال بصح اللي خدمنا فيهم اللي خدمنا فيهم ديجا. البرومي برودوي هو الويندوز، ولو دوزيام برودوي هو الميكروسوفت اوفيس. اكزاكتومون بحمي، من خلال التجربه ديالك حيت انا عرفتك انك خدمتي فيه بزاف حتى نتايا، عطينا بالتلخيص المراحل بالنسبه للناس اللي كيشاهدوا المراحل باش يخدموا في هذا الدومين هذا. اوكي جيت اللي بغيت فيه كما قلت انتوما هذوك سي دي برودوي اللي هما رقميين ما كنتوشيهمش، كي ريبريزونت سوا دي باك اللي فيهم دي لوجيسيل، سوا دي باك اللي فيهم دي سيريال بوغ يعني انستالي لي لوجيسيل، سواء اون لي لوجيسيل ديال المونتاج او لا يعني تريتمون ديال الاوديو، او لا مثلا الويندوز او المايكروسوفت اوفيس، ولا المهم واحد العدد كبير من لي لوجيسيل، او لا الكتوبه فهمتو كنتيليشارجيو الكتوبه وكيخصنا الباس باس ولا هادشي كامل. المهم هادشي كامل داخل في الديجيتال. كيفاش كتشري هاد لي برودوي ومنين كتشريهم باش تعاود تبيعهم؟ فافنيغ اون فافنيغ، غير نهضرو على المواقع اللي كنبيعو فيهم، حيت قلت نتوما اي باي كاين امازون، مي بطبيعة الحال قادرين انه تخدمو في علي اكسبريس، قادرين انه تخدمو في امازون، قادرين انه تخدمو في ايتسي، قادرين انه تخدمو في فيسبوك ماركت، فهمتو؟ اي موقع نتوما باغيين وتقدر كاع دير الموقع ديالك بيرسونيل وتبيع فيه كما قال. ولكن باش تجيب الترافيك، باش تجيب الترافيك يكون يعني كبير، الكليون هو الترافيك، يعني باش يجي الترافيك ما كاين ما احسن يعني من يعني ايباي ولا امازون، حيت هما اللي عامرين، هما كي يعني كيعطوك هذا سي تا مارشي، سي تا مارشي بنادم كيجي بحال المارشي هنايا، بنادم كيجي كيجي كل واحد موجودة، كل واحد يعني كيشد بلاصتو وكيبيع، يعني كاينين الناس اللي كيجيو كيشريو. إلا درتي يعني
المنصه ديالك بوحدك ودرتي له السيت ديالك بوحدك خاصك دير الاشهار دير لابيبليس دير الادز فيسبوك باش تجيب ترافيك ويقدر ما يديرش فيك الثقه انه هو يدخل لاكارت بلو ديالو باش يشري عندك يعني حتى كاين الثقه اللي كتانصال بينك وبين الكليون ديالك اكسترا باش تربح ديك الثقه خاصك تخسر الفلوس خاصك تخسر الاشهار خاصك تخسر شحال من حاجه دونك لهذا الناس كينتاجوا المنصات اللي معروفين في العالم من بينهم كما قال لكم ايباي وامازون كاين منصات اخرى ديال المانيا كاينين منصات اخرى ديال هولندا كاين ماشي لا بدا انه تمشيو لايباي بوان كوم او لا امازون بوان كوم او لا امازون يعني اش من دومين اكزاكت واش اللي باغي نسولو عليه حيت كاين هذا الشيء عالم الاخوان سي جلوبال هي هو خصكم تختاروا واحد البلاصه اللي ما كثيرش فيها بنادم اللي كيبيع داك البرودوي اللي بغيتو نتوما تبيعو الا باغي المنافسه كتكثر فوالا كتكثر المنافسه واذا كثرت المنافسه الثمن تيهبط ديجا الثمن كيهبط فوالا داكشي اللي كتهبطو يعني غير يعني كتعطل الوقت وكدوز الوقت بلا ما تربح والو ديك عليها كيما قلتي نتايا ملي غنجيبو البرودوي لي برودوي كيما قلت لكم سي دي كود دي كود باش تفاليدي داك الويندوز ولا داك اللوجيسيل ولا واحد الكود الا غادي تشري من عند مايكروسوفت وهادوك راه كيكون غالي كاينين دي فورنيسور سواء تلقاوهم في السيت ديال بايزو بالي بريس اللي فيه شنو هو ولا في حتى المغاربه كاينين الدراري المغاربه كيجيبوا هاد لي كود كيشريوهم عند اخرين اللي سواء حتى هما كيشريوهم عند اخرين او لا عندهم دي لوجيسيل اللي كيجينيريو هاد لي كود هاد لي كود الاخوان ماشي هما دي كود يعني اللي خارجين عند مايكروسوفت ولكن كيكونوا بحال اللي قلتي اون ايماج لهذاك الكود اللي هو ان فري كود فهمتي او كيخدم لك داك الويندوز مي هذاك المشتري اللي غادي يشري عندك هو ولا بعض المرات كيكونوا ديجا ايتيليزي دوك لي كود حيت دي فوا كيكون ان كود وكتخدم به مثلا 5 د الويندوز ولا 10 د الويندوز باش تدخلوا يعني المنصه ايباي وتبيعوا فيهم يعني هاد لي برودوي هادو ديجيتو اول حاجه غادي تكون خاصكم هو انكم تكريو يعني تحلو كونت في ايباي نتوما ديك الساعه غادي تختاروا راه كاين بزاف ديال لي دومين كما شرح لينا حميد ورشيد مثلا الا كنتو في المغرب غادي ديروا يعني لو دومين يعني المغاربه كيخدموا في بوان كوم دونك غادي تدخلوا تكريو يعني لو كونت ديالكم في بوان كوم ابخي تقادو يعني كاع البارامتراج ديال الكونت ديالكم تقادو كلشي وتخليوه على الاقل واحد السيمانه ما تبيعوا فيه حتى شي برودوي ولا هو كتكري وكتخليه غير باش يبان انه غير كونت سي ان فري تيز من بعد كتورمي كتحد فيه ملي كدير فيه بواحد الطريقه انه دير فيه دي برودوي واحد جوج ولا ثلاثه ديال البرودوي وتخليه اللي لا علاقه لهم يعني بدوك لي برودوي ديجيتو هاد لي برودوي ديجيتو راه illegal يعني باش ماشي قانوني في ايباي وفي امازون ماشي قانوني اش كنسميو هذا سميتو فيرو يعني داخلين في دي برودوي فيرو اللي ما عندكش الحق تبيعهم هذا الشيء فاش دايرين يعني المغاربه والعرب الصرف ديال بصح وبتجربتي الخاصه يعني بعت في منصه ايباي يعني في لوكون ديالي تقريبا درنا في 4 ديال السوايع 4000 دولار يعني غير في 4 السوايع دخلنا فيها 4000 دولار واحد يعني شي حاجه الثمن يعني خيالي اللي الناس يقدر يجيو يعني يقدر يجيك بلا ما تكذب وداك الشيء ولكن هذا الشيء راه بصح انا بارا بيتو نكذبوا في المسائل هذو وباش تبيعوا هذا البرودوي هذا اللي داخل في الفيرو يعني ايليغال ما عندكش الحق باش تبيعو خصك تخدم ما يوم لونها ودي تكنيك باش تطلع البرودوي وتخبي يعني في يعني في ديسكريبسيون في لو تيتر في يعني داكشي اللي كينتمي ليه داك البرودوي الا كنتو كنتو انتريسي الاخوان التفاصيل ديرونا في التعليق ديالكم ان شاء الله ندير لكم فيديو ديال اكزاكتومون لي زيتاب ا سويفر ايتترا هذا الشيء سي ان بو ديفيسيل سي كومبليكا فونكسيون كوبيني المهم تحاولوا شويه ما تبينوش يعني الروبو ديال ايباي يعني اللي كيديتيكتي لي برودوي ديجيتو لي هما الفيرو ما عندكمش الحق تبيعهم خصكم تبدلوا يعني لي كاركتيرستيك و الباراميتراج ديال كدير فيها فين هي ودنك ها هي ما كتجيش تحط البرودوي ديالك باش ما يقشعش الروبو كتخربق الروبو باش تطلع البرودوي ديالك باش يبقى قبل ما تطلع البرودوي خاصك توارمي الكونت ديالك ايباي باش راه غادي توارمي وغادي يكون سخون وداك الشيء عاد باش تطلع يعني بلو برودوي وملي كتطلع راه ما كتحطش لو تيتر لا ديسكريبسيون وتحط يعني
البلاصه اللي غادي تبيع فيها ميريكان، راه كتحط غير فرنسا ولا المغرب، من بعد غادي تبدل عاوتاني تدير ميريكان. يعني شويه بشويه حتى كيتقبل البرودوي ديالك، وكما كنقولوا كيكون تلصق يعني في السيرش، يعني في لاكوي ديال لا روش. اي واحد دخل كيقلب على داك البرودوي خاصكم تطلعوا في لا روشيرش. الا طيح لكم الروبو البرودوي خاصكم تعاودوا تطلعوا. هذا هو لو ديفي اللي خاصكم يعني تطيحوا فيه وديروا باش يبقى لكم البرودوي. اون فوا كيبقى لكم البرودوي، ثقوا بيا الاخوان، ثقوا بيا باللي المبيعات كيطيحوا بحال الشتاء. راه كتشوفوا يعني لورو الفلوس كيدخلوا، راه شي حاجه راه ما يمكنش، راه كيطيحوا 17 مبيعه في ميم با 30 مينوت 30 دقيقه، تقدر تطيح 17 مبيعه يعني ديال 20 يورو 25. كاين واحد الحاجه نسيتيها ضروري، انا قلت لي لكم ديرك واحد الكونت باي بال، الكونت ديالك باي بال باش يدوز الفلوس ديريكتومون باي بال. حميد اش بان لك اسي حميد؟ كيفاش كانت التجربه ديالك نتايا؟ الى التجربه ديالي كانت تجربه زعما زوينه، العالم ديال الديجيتال هو العالم فيه شويه ديال ستريس، مي بيان ايفيدامون صافي كتخلص على حساب ديك الخدمه اللي كدير، وبيان ايفيدامون راه كتخدموا بالليل حيت اغلبيه الاوقات شحال كتربح الا خدمتي افون في الليله باش الناس يتيقوا هذا الشيء اللي تنقولوا. حيتاش انا ما انا حيت خدام على حساب انه خدام بالنهار، انا ما كنطولش بالليل، دونك كنضرب ديك 400 500 دولار كنخرج، فهمتوا؟ راه مزيان راه خرج، كنحاول انه نضرب شي حاجه ونخرج، وكنتسنى انه يسدوا لي الكونت، حيت كما قالوا لكم راه سي ايليغال ان جوغ ولو تخدم ديك فاصون داك الكونت غادي يتسد ليك. بحال الكونت ديالي انا اللي ضربت فيه يعني 4000 دولار مع سوفيليو، راه في 4 السوايع تسد ليا لو كونت، كان الطوار ما مزيان، كلشي كان غادي مزيان. ملي طلعنا يعني باش نبيعو بعنا يعني في ظرف يعني ديال 4 السوايع وسدوا لينا لو كونت، ولكن الفلوس بقاو دازو الباي بال وخرجنا الفلوس. كونتخيغمون اراشي لي دخل 1700 يورو تبلوكاو ليه، تبلوكاو ليه في الباي بال. انت وزهرك هذا هو المشكل. الريسك كاين ديال الديجيتال الاخوان، فيه الريسك بزاف، هو تقدروا ديروا فيه الفلوس افون، ولكن خاصكم تكونوا انتيليجون وتخدموا الذكاء ديالكم وتخدموا لي تكنيك ديالكم. ما يمكنش حنا نعطيكم واحد لا فورميل ماجيك وتجي دير بها الفلوس. قلب انت على البرودوي ديجيتال ديالك، ماشي با فورسيمون ويندوز ولا هادي، قلب على البرودوي ديجيتال ديالك، قلب على التكنيك ديالك باش ما يقشعكش الروبو، قلب على فين غادي تبيع، با فورسيمون بوان كوم ولا بوان فيغ، قلب على شي بلاصه ودير في بي ان ديالك، واختار شي دوله اللي ما فيهاش بزاف العينين، ماشي تلحقوا كاملين عاوتاني المغرب لواحد البي وبيع ديك الساعات. و يفو ايفيتي المنافسه كما قال لكم حميد، المنافسه الا تلحيتو عاوتاني كاملكم نفس البرودوي ونفس هادي، راه اوتوماتيكمون شي تاي سينيالي شي وفورسيمون تتسدو لكم. في هاد الفيديو الاخوان باغيين غير نسلطو لكم الضوء على الدومين ديال الديجيتال للناس اللي ما عارفينوش، الناس اللي عارفينو ديجا راه حنايا راه ما عندنا ما نقول لكم حيت اصلا السهل دابا كتنعس شويه كتنعس. لا دروك الناس ما نقدوش نشرحوا لهم اكزاكتومون، هما بريوس هما غاديش يفهموا غير بلا هضره، انتم ما غاديش تفهموا، راه هي تحاول هذا يشرح لكم ما غاديش تفهموا ضروري. حنا اصلا كنهضروا مع الناس اللي ديجا دخلوا كينبشوا شويه في الدومين، اما الناس اللي ما عمرهم تمشوا للدومين ضروري يديروا لا ريسيرش يفهموا شويه ويقراوا على الدومين هذا في يوتيوب، ديروا ديجيتال برودكت، كيفية بيع ديجيتال برودكت، غادي يحول لكم اخوان داروا دي فيديو. حنا ان شاء الله راه الا قدينا ندير لكم يعني فيديو اللي فيها تفاصيل ازيد باش تشوفوا بعينيكم وتشوفوا المبيعات وتشوفوا كل شيء. المهم الاخوان هذا دومين زوين صراحه لله، غير هو كاينين دي بتيت هاك كيف ابروند ملي كيتسد ليك كونت كيخصك عاوتاني دير كونت، وما يمكنش الا وقع لكم سسبند مثلا. الا وقع لك مثلا سسبند في الكونت يعني ديالك ديال ايباي، واش غادي تعاود تحل الكونت واحد اخر في لو ميم كيفاش في لورديناتور ديالك؟ لا ما اون فوا غادي تحلو غادي تسسبند عليك، تعاود واحد اخر غادي تسسبند عليك. غادي تسسبند عليك، غادي تسد ليك زعما غادي تبوكي ليك. كاينين دي تكنيك، كاين الفي بي ان، كاين البروكسي، وكاين التخربيق، جربنا بزاف ديال التكنيك الاخرين ما تيصدقوش، حيت كيعتمدوا على شحال من حاجه، لادريس اي بي، لا جيولوكاليزاسيون، السميه ديالك والكنيه ديالك، النمرة التليفون، الكونت بوكير، تيعتمدوا على بزاف ديال الحوايج باش يديتيكتي وكانك تجا ان كونت. يعني خاصك دوز على واحد الحاجه سميتها في اي بي، ان تخي كوم سا في اي بي 72، وكاين بزاف ديال التكنيك. ما غاديش نقول لك كاين واحد التكنيك واعره، ولكن خص يكون عندكم صبر ايوب. يعني
توارميو لكم ديالكم مزيان وتخليوه يتشوفا وتخليوه يرتاح بوندون بعدا على الاقل واحد 10 ايام حتى 15 يوم غادي تانستاليو غادي تيليشارجيو موزيلا فايرفوكس موبيل غادي تانستاليوه في لورديناتور ديالكم و في ديك لانستالاسيون اللي كديرو ديال فايرفوكس موبيل غادي تانستاليوه بليزيوغ فوا يعني كل 3 فوا ولا 4 فوا وكل موزيلا كتكريو فيه كونت مثلا غتكري كونت في هاد موزيلا هذا وتكري كونت في لوطخ يعني 4 ولا 5 اللي بغيتو نتوما وغادي تخليو هاد لي كونت يعني بسميات واحدين اخرين بيان ايفيدامون يعني ماشي بنفس السميه النوامر ديال التليفون النوامر ديال التليفون يكونوا ديفيرونت يعني روينه وغادي تخليو هاد لي كونت كاملين يرتاحوا مزيان واحد 10 ايام عاد تبداو توارميو فيهم تسخنوا فيهم يعني و يعني باش ما الروبو ما يديتيكمش هادشي اللي كان الخوت ما غاديش نطول بزاف واقيلا ياك اخويا هاد الاستراتيجية غير بغينا نديرو عليها واحد غير تطرقنا للاستراتيجية الى بغاو الناس ممكن يعني تفيديوهم فيديوهات اخرى حيت هاد الاستراتيجية ما يمكنش انا نجيب بين يعني نص ساعة ولا ساعة ديال المكان نقول لك اشنو هو الديجيتال برودكت صعيب 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 المهم واش فيه الصرف فيه الصرف فيه الفلوس دخلوا ليه وان شاء الله خير والله يسهل على اي واحد قبل ما نساليو هذا الفيديو ان شاء الله تعالى راه رشيد كما قال لي كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو قررنا في كل فيديو ان شاء الله تعالى تكون واحد النقطه او واحد النقطه يعني تستافدوا فيها وان شاء الله تعالى ابتداء من اليوم ان شاء الله من هذا الفيديو هذه السميه ديال القناه ديال سمير العربي غادي تبدل وغادي نسميوها ان شاء الله النقطه جلس مع الاخ رشيد كنهضروا على يعني مستقبل القناه فيكو هو كيجري معايا القناه منذ يعني 3 سنوات ولا تقريبا 3 سنوات ملي كريتها حتى القناه ديالي القديمه اللي كانت ديال 2007 حتى هو راه كنا كنجريوها اونصومبل جلسنا قال لي رشيد علاش من يعني ما نحاولوش يعني نديروا محتوى جديد في القناه اللي غادي يعجب الجمهور نبدل الكونسيبت شويه قلت ليه واخا يا با بروبليم قلت ليه ديكو بقى تعاوني تدخل في القناه حتى انت تبقى دير لي فيديو هادي باش فيكو انا عيان شويه حتى انت تاخذ لو فوليوم وتبقى دير لي فيديو سميتو المتتبعين ديالنا وبيان سور غادي نبقاو واخا هكاك غادي نبقاو نعطيو معلومات للناس دونك الهجره ما غاديش يتبدل ديما على الهجره على يعني استفاده اي معلومه يعني غادي تفيدكم راه ما غاديش نبخلوا عليكم رشيد قال لي علاش يعني ما نسميوهاش يعني النوطه هي اللي كتبان موراكم كما كتشوفوا ولي دار حامد عليها كاملين صافي وحميد حتى هو جاتو ليدي ديال هاد النوطه هي يعني السميه اللي غادي تكون جديده ديال القناه ان شاء الله تعالى وتفاهمنا عليها كاملين وجاتنا زوينه النقطه هي انه كل فيديو غادي ياخذ واحد النقطه غادي تستافدوا واحد الاستفاده واحد المعلومه اللي هي النقطه يكون موضوع مختلف باش يعني المواضيع تكثر والميادين يكونوا كثر ويعني الفائده ما تكونش مكونسونطريا غير على واحد الدومين اللي هو مثلا فرنسا مي ممكن انه نهضروا على فرنسا مي بيان ايفيدامون غيكونوا واحد العدد من الميادين اللي داخلين في فرنسا فهمتوا والحياه العامه يعني مونديالمون مثلا ميم تكون في المغرب ممكن انه نهضروا على موضوع اللي ممكن حتى اللي كاين في المغرب انه يستافد من هذا الموضوع ما تنساوش تبارطاجيو وتخليو لينا الاراء ديالكم سورتو على هذا الموضوع ديال التجاره وعلى هذه السميه ديال النوطه كي جاتكم خليو لنا التعليق ديالكم كان معكم رشيد وهيب سمير عربي حميد غرب الله يكرمك غادي تلقاو القناه ديالو تحت كنت معكم لاشين ديال النوطه غير النوطه وبقى ما بغاتش تخرج لينا